اللي قتلته، أي فقر، مش بس فقر المادي، لأ، فقر المادي بتعيش بلا المال، الكون كله عاش بلا مال. رابع رئيس جمهورية عمل بنك، وسع من المال وقع الحق وإجا الورث. قال إذا ما لقيت حكيم أنت رسول نفسك، أنت حامل الرسالة، كل واحد منا حامل رسالة جابها بيمينه. مثل المرأة الصالحة مثل التاج على رأس الملك، ومرأة السوء مثل الحمل الثقيل على ظهر شيخ الكبير. فإذا كل واحد منا، أنت لقمان، إنسان، عدنان، فرقان، قرآن، حمدان، سعدان، كلهم هول بدك تشوفهم، هالإنسان اللي بهالخمس حدود وألف نون بآخرة. هيدا السر من سواقد الفاتحة والكتاب اسمه The Sufi Healing لمعين الدين الشستي. فإذا أنا السائل والمسؤول، وإذا صدق السائل هلك المسؤول. خلاص أنت المسؤول، ولا الطبيب ولا أي إنسان، ما في وسيط بينك وبين الله. إذا ما في وقت بقراها بعدين، ولكن رح أقولها بالكلام عأنه حلو كتير بالقراءة. فكر قبل أن تعمل. في واحد بالي كبير معه مال الدنيا وهيك، وراح تشتري شيء، شاف هون اشترى ذهب وألماظ ومدري شو، كأنتيكا ومنتيكا وهيك، شاف واحد قاعد كأنه رجل، قال له شو بتبيع؟ قال له بيع الحكمة. قال له الحكمة بتنباع؟ قال له نعم عندي بتنباع إذا فيك تدفع حقها. عم ده حق غالي كتير. قال ما تغالي إلا بالغالي. الحكمة إجت نعم لأهل العقل وأهل الغنى، وما تحرك تشتري ولا لعمرك ما تشتري. قال له شو عندك؟ قال له لوحتين حكمتين ده حقها كتير. اشترى تياب وصرامي وشرطيط وفضة وذهب ومدري شو. بس فكر قبل أن تعمل. هي الوالي اشتراها وصار يكتب فكر قبل هون وهون 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 وهون، وعملوا مؤامرة عليه، وإجا بده يقتلوا واحد اللي بده يقتله صار يقرا فكر قبل فكر. إجا خبره قال له دخيلك هاي مؤامرة عاملين عليك. شكره ورجع راح تجيب تاني حكمة لقامات، وعرف إنه للحكمة لا تقدر لا بالمال ولا بالعقل، اعقل وتوكل.